يعني جا بواحد الوحشيه، جا معصب اصلا يعني، اذا عنده شي مشكل جا في ده في خلاتي مساكن في خرجت هضرت مع السيد قال لي انا سمعت الغوط وانا ما نتابعش، هو جا زبي فيها قال لها ماشي شارع دبابات، كان في واحد الحديده كان كيضربني بها، كان كيدقني بحال اللي كيدق الشارميله، كيضربني دابا الجسم ديالي كامل اخضر. ودابا السيد مطلق كيتسارى بحال ما كاين والو. السلام عليكم، انا جيت نعاود المشكل ديالي اللي تعرضنا من الضرب نهار الثلاث، انا وجوج خلاتي البنات اللي تهجم علينا واحد السيد في الدار ديالنا في الباب وضربنا وتكرفس علينا، مع العلم ان ما كانش الزوج ديالي في الدار، ما كان كاين حتى شي واحد في الدار، ضربنا تكرفس علينا مزيان. السيد الجار ديالنا كيسكن حدانا، كيخلي الدار ديالو كيجيب الطوموبيل كيباركيها في الباب ديال خالتي، خالتي دائما كتقول له هز الطوموبيل من الباب ديالي. علاش كتقول له هز الطوموبيل؟ لان عندها اختها مريضه، ما عندها حتى شي واحد هي اللي كتخدم عليها وكتشري لها الدواء. السيده مريضه بالدقيقه 15 عام وهي كتعاني من هذا المرض المزمن، كتقول له ما توقفيش في الباب ديالي، كيجي وقف لها في الباب حتى الهواء ما كيدخلش. المهم يعني دائما عندهم هذا المشكل مع بعضيتهم، دائما كيوقفها في الباب ديالها، عارفه ما عندها لا راجل لا والو، دائما كيخلي الباب ديالو كيجي للباب ديالها. السيده خرجت جبرت الطوموبيل باركيه في الباب، ما عندها لا مين تدخل ولا مين تخرج، سردت البنيته ديالي الصغيره قالت لها مشي قول للسيد يجي حيد الطوموبيل ديالو من الباب ديالي. مشات بنتي عيطت له، السيد ملي جا يعني جا بواحد الوحشيه، جا معصب اصلا يعني، اذا عنده شي مشكل جا فداه في خلاتي مساكن، جا ما قالاش يسمح لي، لو كان قال لا اسمح لي كانت ما غتقول له حتى شي حاجه حشومه. هو جا زبل فيها قال لها ماشي شارع دباباك، ماشي خلاه لك باباك هذا، المهم سب فيها بالدين، حتى هي يمكن جدلات معاه. المهم طار عليها ضربه، تكرفس عليها، خرجت اختها اللي مريضه مسكينه حتى هي ضربه. انا بنتي جات كتجري عندي عيطت لي، هودت انا كنجري جبرت خلاتي كياكلوا العصا، تكرفس عليهم بالدم ضربهم مزيان، دخلت حتى انا تكرفس عليا، انا اللي تعدى عليا بزاف، كان في واحد الحديده كان كيضربني بها، كان كيدقني بحال اللي كيدق الشارميله، كيضربني دابا الجسم ديالي كامل اخضر. هاد السيد تعدى علينا وفي الباب ديالنا، حنا ما عملنا له حتى شي حاجه، ولو نكونوا حنا عملنا له، ولو نكونوا حنا تعدينا عليه، راه ما كيعطيش الحق يضرب المراه وثلاثه دنسة. ودابا السيد مطلق كيتسارى بحال ما كاين والو، انا بغيت الحق ديالي يتخاد. دابا لحد الان باقي كيجي الباب كيستفزني، كيستفز الزوج ديالي، انا عملت شي كاين وكيل الملك، بغيت الحق ديالي يتخاد والحق دخلاتي حتى هو يتخاد. هاد السيد تعدى عليا، انا بغيت الحق ديالي يتخاد، شكون عطاه الحق انه يتعدى على النساء ويضرب النساء، ومع العلم ان الناس كامله كتفرج وحتى شي واحد ما تدخل من غير واحد اربعه د الناس هما اللي تدخلوا. انا قدمت الشكايه ديالي للوكيل الملك، قال لي اثنين ولا ثلاثة غادي نتصلوا بكم، وكنتمنى الحق ديالي يتخاد، انا عندي ثقه كبيره في الامن ديالنا، انا بغيت الحق ديالي يتخاد، انا بغيت ما بغيتش حق يضيع. انا هاد السيد تكرفس عليا وكيدعي على انه يده طويله وعنده نفوذ، انا بغيت القانون ينصفني ويعطيني الحق ديالي. انا اختي خرجت هضرت مع السيد سمق علي، انا اللي سمعت الغوط وانا ما نتابع هاد الحال، وخرجت من دخلت سمق علي فعني دفعه صيحني انا ما نتابع الضيقه، بحسب انا ديك الريحه الطونوبيل هي اللي كتحصها لي، علاش انا كنغوط؟ هادشي هذا المشكل كامل وقع في السبه ديالي انا مريضه، انا اللي ما كنتش واقف، انا ما كنتنفسش معاها، ما غاديش تبداي زايده الساعه تحلف لينا، حنا والله فيكم لا بقات ولا تبقى، حلف ليا وقتي انا، علاش؟ انا هو الجار ديالي اللي شري عيداليا، كنعرفو كيعرفني، وعلاش بحال كاع عليا انا عيداويته، ما عندي لا راجل، ما عندي حتى شي واحد. عايشه انا اختي هي اللي كتخدم عليا، انا 15 عام وانا مريضه، كنتمنى من ام سيد وكيل الملك تاخذ لي الحق ديالي، الله يرحم الوالدين. كنتمنى من الجمعيه ديال حقوق الانسان تتدخل، وكنتمنى من الجمعيه ديال حقوق المراه تتدخل وتعطيني الحق ديالي، انا ما عنديش الفلوس، ما عنديش النفوذ بحاله هو، عندي الله والرحمه ديالو، ولكن كنتمنى من الله سبحانه الله هو ينصفني على هذا السيد اللي تعدى عليا وتعدى على جود اليتامى اللي ما عندهم لا يماهم لا باباهم ومراتين وقلالين الصحه وتهجم عليهم في وسط الدار ديالهم. انا بغيت الحق ديالي، ما بغيتش الحق ديالي يضيع، انا عندي ثقه كبيره في المخزن، الله يجازيكم بخير. انا بغيت الجمعيه ديال حقوق المراه توقف معايا أنا، وبغيت الحق ديالي ما يضيعش. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.